بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت عنوان adding videos يمكن يكون الكلام عن الميديا دلوقتي. أولا راح نبتدي بالفيديوز. البرنامج سبورت لإكستنشنز كتير يا جماعة. فيديو هنروح على قائمة انسيرت، ومن انسيرت هنختار فيديو، من فيديو نضغط على السامبل صغير. عندي ثلاث مصادر ولا عندي ثلاث أمور المفروض ناخد بالنا منهم. أولا فروم فيديو، فروم فيديو فروم فايل، لو انت كنت عايز تعمل انسرتيشن لفيديو من ملف معين. وسي الاكستنشنز اللي سبورتد ليها اكستنشنز كتيره، منها الفلاش، منها اف ال في، منها اي في اي، منها دبليو ام في وريس اف في ويندوز، ام او في فور ماك، ام بي اي جي الكونفرترز بتوعك، ام كما ام بي 4 سبورتد برضه، 3 جي بي فور موبايل او في ال 3 جي فيديو فايلز. عندك اكستنشنز كتيره جدا، جاست كليك على الفيديو اللي حضرتك عايز تعمله امبورتيشن وابتدي اعمل اوبن لي، وفي خلال لحظات هيبتدي يكون الفيديو موجود جوه مساحه العمل بتاعك. ده بخصوص اول جانب. الجانب الثاني بقى، ممكن اعمل انسرتيشن لفيديو فروم ويب سايت، وفروم ويب سايت هيجيب لك الويزرد بتاع اديني اللينك اللي فيه الفيديو. لو كان الفيديو ستريم يا جماعه، بس للاسف اليوتيوب بيوقف القصه بتاعت الامبيدنج للفيديوز بتاعته، وانا ما اظن برضو فيم بيوقف نفس الفكره. ف حتى انا بتجيب رسالة غلط، يعني لو انا مثلا كنت موجود عند فيميو واخدت الفيديو ده وجيت اعمله مثلا شير، وهاخد الكود بتاع الامبيدنج بكوبي وهروح على البرنامج بتاعي واعمل له بيست واقول له انسرت، هيقول لي والله ديت حاسس بايه، بان هو فيديو بس مش انا مش عارف هو هيشغله او لا بصراحه. فالقصه بتاعت الامبيدنج ديت يا جماعه هنلاقي لها حل تاني، بس مش بالطريقه العاديه ديت. هنلاقي لها حل في ايه، في ويب اوبجكت بقى، لو انت كنت عايز تدرج حاجه اوريدي مرفوع على الويب. تمام، ده الجانب. الجانب التالت ريكورد ويب كاميرا، لو عملنا سلكشن عليها يبتدي يفتح لك الويزرد بتاع الكاميرا بتاعك ويقول لك انت لو انت كنت موصل الكاميرا او لا. جاست كليك على كونكتنج، وبنفس الاسبكت ريشيو اللي انت كنت بتعمل عليها بتسجل عليها ريكوردنج، جاست اعمل ريكورد واعمل اوكي، وابتدي يدرجه لك ان هو هيحفظه طبعا عنده في الفيديوز، ويدرجه لك ان هو ملف عادي خالص. ديت الفكره بتاعت ادينج فيديوز جوه البرنامج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.